السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية التي نبدأها ببعض الأخبار. أجل مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة بطبرق اليوم اعتماد الميزانية العامة للبلاد، وذلك بعد طلب من حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لإجراء بعض التعديلات. وناقش النواب مقترح قانون الانتخابات الرئاسية والتي تم إعداده في اجتماع روما بين لجنة البرلمان ووفد من المفوضية العليا للانتخابات وتحت إشراف البعثة الأممية. وبحسب أعضاء البرلمان فقد تم تعليق الجلسة إلى الغد، وذلك لعدم الوصول إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات. أعلن رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح تمديد الفترة الزمنية لعملية تحديث سجل الناخبين إلى 17 من أغسطس الجاري. وأضاف السايح خلال المؤتمر الصحفي الذي أجرته المفوضية صباح اليوم الاثنين أن تمديد عملية التسجيل تأتي استجابة للمطالبات التي وردت إلى المفوضية لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل أو يرغب في تغيير مركز الانتخاب الذي سجل به سابقا. أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي الاثنين ضرورة حسم مسألة الإطار القانوني للانتخابات والتوصل إلى توافق حول المقترحات المطروحة، وذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي زار العاصمة طرابلس صباح اليوم الاثنين. كما أكد الطرفان أهمية توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى توافق حول أحد المقترحات المطروحة لإجراء الانتخابات في موعدها. ورحب دي مايو بفتح الطريق الساحلي مشيرا إلى أن زيارته تأتي بعد فتح الطريق للتأكيد على هذه الخطوة الكبيرة على حسب وصفه. في حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية وصلت صباح اليوم الاثنين إلى مطار معيتيغا شحنة كبيرة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا تقدر بمليوني جرعة. الحمد لله اليوم تصل أكبر كمية وهي 2 مليون جرعة من لقاح الكورونا، ونحن الحقيقة ممتنون للدول التي ساعدتنا والشركات والأشخاص. أشكر وزارة الصحة بكل كوادرها وكل أطقم. أما الآن فنأتي إلى ملفنا الحواري، حيث تتزاحم المؤتمرات واللقاءات والتصريحات حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية المنظمة للاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر المقبل، حيث يسعى عقيلة صالح والسايح بحسب متابعين إلى فرض قوانين انتخابية دون معايير أو شروط ليفتح الطريق لكل غث وسمين للوصول إلى السلطة في ليبيا والعبث بمصيرها الذي تتنازعه الصراعات والانقسامات، في حين يدعو آخرون إلى ما وصفوه بديمقراطية عادلة بوضع قوانين انتخابية تفرض إبعاد كل المسؤولين عن سفك الدماء وكل من حكم وأفسد، وإفساح المجال للوطنيين الأكفاء وذوي الأمانة والنزاهة لقيادة ليبيا إلى مصاف الدول الديمقراطية المتحضرة كما يقول. نتابع هذا التقرير ثم نعود للترحيب بضيوفنا الكرام وبدء النقاش. دخل الصراع السياسي الليبي حول القوانين الانتخابية جولة جديدة وحاسمة عقب اجتماع روما الذي ضم لجنة برلمانية لبحث قانون الانتخابات.
بمشاركة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح والمبعوث الأممي يانكوبيتش، حيث استغل عقيل صالح ورئيس المفوضية إخفاق ملتقى الحوار في الاتفاق على قاعدة انتخابية وإصرار المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات في موعدها لتقديم بديل مفصل على المقاس وتمريره دون الالتفات لأحد، موجة استهجان واسعة لمسؤولين ومراقبين حول أعمال رئيس برلمان طبرق أفادت برفض مخططاته جملة وتفصيلا. وزير الثقافة الأسبق لحبيب لامين غرد على منصة تويتر رافضا أن يكون واضع القانون الانتخابي عقيل صالح، مشيرا إلى أنه سينتهي لانتخابات تنصب حفتر أو سيف القذافي على رئاسة ليبيا. كتلة المسار الوطني في مجلس النواب أكدت في بيان لها معارضتها لتصريحات رئيس مجلس النواب أن القوانين الانتخابية ستصدر بمن يحضر الجلسة. في غضون ذلك رفضت البعثة الأممية أيضا مخطط عقيل صالح والمفوضية لتمرير القانون الانتخابي، وشددت على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية بما في ذلك اجتماع روما. من جانبه أكد المجلس الأعلى للدولة أن إقرار قانون الانتخابات العامة هو من اختصاص مجلسي النواب والدولة، وأن أي تصرف أحادي من الجهتين يعتبر مرفوضا طبقا لنصوص الاتفاق السياسي. ورغم كل ذلك لم يلتفت مجلس النواب إلى موجة الرفض هذه ليعقد جلسة ظهر اليوم الاثنين يحاول خلالها تمرير قانون الانتخاب الذي توصل إليه في اجتماع روما. فإلى ما يطمح عقيل صالح؟ إلى إفشال الانتخابات أم إعداد بساط أحمر لخليفة حفتر يقوده إلى رئاسة ليبيا والدخول إلى طرابلس بعد أن عجز عن فعل ذلك بقوة السلاح؟ نعم للمشير، لا للانتخابات. إذن مشاهدينا الكرام، نرحب بضيوف تغطيتنا لهذه الليلة. معنا عبر سكايب كل من الدكتور عبد الحميد النعمي الباحث والباحث الأكاديمي والمحلل السياسي، كذلك معنا الأستاذ عبد الله الكبير الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا عبر الهاتف السيدة حنان شلوف عضو البرلمان المقاطع لجلساته. نرحب بضيوفي الكرام جميعا، ولعلي أبدأ مع الدكتور عبد الحميد النعمي. دكتور عبد الحميد، إذا ما بدأنا بمخرجات اجتماع روما، يعني منذ الاثنين الماضي انطلقت في روما اجتماعات للجنة برلمانية شكلها عقيلة صالح بالإضافة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات وفي حضور مستشارين من البعثة الأممية لمناقشة وضع التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات القادمة. هل ثمة مخرجات توصلت إليها يعني هذه الاجتماعات وخرجت بها، وما نوع هذه المخرجات؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اجتماعات روما هذه اجتماعات وهمية، يعني بعد فشل أو بعد إفشال ملتقيات جنيف من قبل البعثة، يعني نعتبر البعثة الأممية هي اللي أفشلت ملتقيات جنيف اللي كانت على وشك الوصول إلى حل. لكن طبعا عندما رأت البعثة أن الاتجاه العام ليس في صالح المشروع اللي هي اللي تشتغل عليه البعثة الأمم المتحدة وهو تغليب طرف بعينه، أجلت الاجتماعات وحولت الملف مرة ثانية إلى مجلس النواب. وكنا عارفين أن مجلس النواب ليس في وضع أهل أنه هو الوصول إلى نتيجة لوحده. انتقلت المحادثات إلى روما بهدف البحث عن شركاء آخرين، ومن هنا جاءت دعوة المفوضية العليا للانتخابات وظهر أمام العالم وكأنه هناك أطراف ليبية يتفاوضون للبحث عن حلول، في حين أن بعثة المفوضية العليا للانتخابات ليس الطرف في المشكلة الليبية، ليس الطرف سياسي، بل هي لجنة فنية متخصصة
يعني مكلفة بأداء أعمال محددة تتعلق بتنظيم الانتخابات أو الاستفتاء، وليس من مهمتها البحث عن حلول. ليست هيئة سياسية، ليست جسم سياسي. ولذلك الحديث عن لقاءات روما هي ليست لقاءات، يعني هو فريق البرلمان لوحده. فريق البرلمان يتكلم لوحده مع اللجنة اللي هو كلفها. ولكن المفوضية ليست في وضع يمكنها أن هي تتفاوض مع البرلمان، وليست الطرف سياسي، وبالتالي البرلمان يتصرف وكأن يعني زي من يغني وجناحه يرد عليه. هم ذهبوا ربما لترضية الطرف الإيطالي، الدبلوماسية الإيطالية كانت حريصة أن هي تكون موجودة في الصورة وتبان قدام العالم أن حتى هي تحاول وتسعى من ضمن الدول الأخرى للتوصل إلى حلول في ليبيا. ولكن برنامج إيطاليا كله برنامج وهمي، لا أساس له من الصحة ولا أساس له من الشرعية ولا من الدستورية. أرجعنا مرة ثانية طبعا من إيطاليا الآن نتيجة يعني عدم التوصل لرؤية واضحة في إيطاليا. يعني الرؤية اللي ستطرح في إيطاليا هي رؤية مجلس النواب. البعض متهم الأمم المتحدة بتقول لهم أنه هو لازم مثلا مجلس الدولة يكون شريك في هذه العملية. شريك للأسف مجلس الدولة للأسف الشديد همش نفسه بروحه. مجلس الدولة حط نفسه بروحه طائعا مستكينا في خانة الخانة، خانة المستشار اللي هو اللي غير ملزم وغير ضروري وجوده في المشهد. هذه طبعا كانت رؤية النواب وليست الرؤية الحقيقية لمسألة للاتفاق السياسي. طبعا الاتفاق السياسي الصياغات الأخيرة للاتفاق السياسي والتي اعتمدت أقرت بأن مجلس الدولة هو شريك في العملية التشريعية، شريك جنبا إلى جنب مع مجلس النواب. تقصد مخرجات جنيف أم مخرجات الإسخارات دكتور عبد الحميد؟ مخرجات الإسخارات كلها يعني الصيغة اعتمدت في الأخير تعترف بمجلس الدولة كجسم تشريعي جنبا إلى جنب مع مجلس النواب، وكل القضايا الهامة سواء انتخابية أو قوانين أو مهام دستورية تشترط التوافق ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة. للأسف الشديد مجلس الدولة لأسباب غير معروفة بدأ يتراجع ويقلص من نشاطه. طيب هناك تصريحات لرئيس مجلس الدولة ربما سنتطرق إليها، لكن دعني أتحول دعني أتحول فقط في الحديث للحديث عن المخرجات اللي هم استغربوا من غياب المجلس الدولي. ابقى معي رجاء دكتور عبد الحميد، دعني اتحول الى الاستاذ عبد الله الكبير. اذا ليس هناك رؤيه واضحه يعني لتمخضت عن اجتماعات روما استاذ عبد الله، كيف تابعت هذه الاجتماعات التي استمرت على مدار اسبوع تقريبا، وما الذي تمخضت عنه بحسب متابعتك؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذ عبد الرحمن وللضيفين وللسادة المشاهدين. اجتماع روما والذي ضم وفد من برلمان عقيلة بالإضافة إلى المفوضية العليا للانتخابات والتي للأسف أصبحت مفوضية السائح للانتخابات مع مستشارين من البعثة الأممية، وللأمانة الأخبار الواردة من هناك مستشارو البعثة الأممية لم يتدخلوا في التفاصيل وإنما قدموا الاستشارات فقط. إذا كان الأمر منوط بهذه اللجنة التي شكلها عقيلة صالح دون الرجوع لمجلس النواب، دون الرجوع للدوائر الانتخابية مع المفوضية، مفوضية السائح للانتخابات والتي تدخلت في شأن لا يعنيها، لكنهم أسقط في أيديهم ما إن أعلنت البعثة الأممية أن المجلس الأعلى للدولة سيكون شريكا ولابد من إشراكه في قانون الانتخابات، لأن البعثة الأممية لا تستطيع أن تتجاوز المجلس الأعلى للدولة وفقا لاتفاق الصخيرات الذي تم التأكيد عليه في خارطة الطريق في تونس وفي جنيف، وباعتباره شريك في العملية السياسية وشريك في إصدار هذه القوانين التي لا يمكن أن تصدر إلا بالتوافق معه. وهذا أصاب
اللجنة التي شكلها عقيلة صالح، وعقيلة صالح بالتأكيد بخيبة كبيرة، كانوا يريدون تفصيل قانون للانتخابات وفقا لهواهم، ولا أعتقد أن هذه الخطوة تمت دون تشجيع دولي. وهنا لابد أن نضع علامة استفهام على الدور الإيطالي في هذه الخطوة، والذي يبدو أنه بدأ يميل إلى الأطراف الدولية والإقليمية المساندة لخط عقيلة صالح وحفتر. اليوم عقدت الجلسة ولم تكتمل لأن عقيلة صالح خرج من الجلسة و طقس جلسة مجلس النواب. نعم، جلسة مجلس النواب التي ستناقش هذا القانون غادرها عقيلة صالح قبل أن تكتمل، لكي يلتقي بديمايو وزير خارجية إيطاليا الذي يزور ليبيا اليوم. ونعرف أن بقية أعضاء مجلس النواب ليست لهم الجرأة أو الشجاعة أو حتى الوعي بدورهم لكي يواصلوا هذه الجلسة بصرف النظر عن حضور رئيس المجلس من عدمه. المهم أن هذه الخطوة هي مناورة أخرى من عقيلة صالح بتشجيع من الأطراف الدولية والإقليمية الداعمة له، وأعتقد أنه يرمي من خلالها إلى محاولة وضع المزيد من العراقيل في طريق الانتخابات، لأنني متأكد أنه لا يريد انتخابات لا هو ولا حفتر. وحتى مسألة تفصيل قانون على مقاس حفتر والسماح للعسكريين ومزدوجي الجنسية، نعم يريد حفتر أن تنطبق شروط الانتخابات عليه لكي يخوضها، لكنني متأكد أنه لا يريد هذه الانتخابات، وإذا أراد أن يخوضها فهو يريدها انتخابات تشبه الانتخابات التي جرت في سوريا وأسفرت عن فوز بشار الأسد، أو الانتخابات التي جرت في مصر، أي أن يكون هو الشخصية البارزة، الشخص الأوحد في هذه الانتخابات، وبقية المرشحين إن كان هناك مرشحون هم مجرد كومبارس. المهم نحن نتابع مناورات عقيلة ونتابع تضييق المجتمع الدولي وضغطه من أجل هذه الانتخابات، وسنرى الأيام والأسابيع القادمة ماذا سيفعل عقيلة صالح من أجل استمرار عرقلة هذا المشروع. طيب أتحول إلى الأستاذة حنان شلوف. أستاذة حنان، أنت ربما عضو مجلس النواب وإن كنت يعني مقاطعة لجلساته، لكن لربما لديك يعني بعض المعلومات حول الذي طرح اليوم، مشروع الانتخابات الذي طرح اليوم في جلسة مجلس النواب وجرى الحديث حولها. هل هناك مشروع محدد الملامح يتم نقاشه اليوم في جلسة مجلس النواب؟ وهل يمكن بحسب يعني اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن يعتمد هذا المقترح كقانون انتخابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قاسم الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لك أخي الكريم ولضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. بداية أنا طبعا نائب مقاطع، لم أذهب إلى قبرص نهائيا ولا إلى نواب طرابلس أيضا، وبالتالي أنا لا أعرف ما يدور داخل مجلس النواب إلا كما يعرفه غالبية المتابعين أو المتابعين للشأن العام، هذا ابتداعا. أعتقد أن ما يقوم به مجلس النواب الآن هو محاولة عرض قاعدة دستورية متنافيا ما حدث في جنيف من قبل لجنة 75 لتمرير قاعدة دستورية، وهو أعلن منذ فشل 75 أعلن أن مجلس النواب سيعد قاعدة دستورية تجري وفقها الانتخابات، وأعتقد هو هذا المجال الذي يذهبون إليه. لكن أعتقد أنه من اللافت للنظر اليوم ليس مناقشات مجلس النواب للقاعدة الدستورية، ولكن من اللافت للنظر ما حدث اليوم هو المؤتمر الصحفي الذي قام به رئيس المفوضية، والذي اعترف حقيقة بشكل غير مباشر بمسألة تزويد السجل الانتخابي، وأنهم الآن سيعمدون إلى بطاقات لا تؤخذ إلا بالحضور الشخصي في محاولة لتلافي ذلك التزوير في السجل الانتخابي النابع من تزوير السجل المدني والرسم الوطني، أي الاعتماد على بيانات خاطئة وليس في داخله. وأعتقد أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح للتقليل من مخاطر التزوير من خلال السجل الانتخابي. نحييهم على هذه الخطوة ونتمنى
وجود خطوات أخرى. أيضا مسألة أخرى وهي حاول بعد الجدل الذي أثير كثيرا على مسألة تدخله في الشأن السياسي وإعداد المقترح للانتخابات، أوضح أن المسألة كانت عبارة عن مقترح فني لمسألة الانتخابات، وأنه هذا ما تقدم به باعتبار أن هناك إشكاليات فنية كانت تطرح في قانون الانتخابات المؤتمر الوطني وقانون انتخابات البرلمان. من هذه الإشكالية الفنية هي ما حاول أن يناقشها مع مجلس النواب في روما، ولم تكن هي تدخلات سياسية كان في انتخاب الرئيس أو كان في انتخاب البرلمان. ولكن حقيقة الأمر وإن كانت هذه بادرة طيبة في من المفوضية، ولكن أرجو ألا يتم استغفالنا بهذه الكيفية ويعطينا تحديدا ما هي هذه الإشارات الفنية التي تمت مناقشتها، ولا يكتفي فقط بأن ما دار لم يكن سياسيا وأنه كان مجرد مقترحات واستشارات فنية، حتى تطمئن قلوبنا ونحن ندخل العملية الانتخابية إلى أن المفوضية لم تمارس دور سياسي بشكل أو بآخر من أجل بقاء هيكل المفوضية وعدم تغييره بشكل أو بآخر في إطار جدل المناصب السيادية والميزانية. نعم دكتورة حنان، لكن يعني أليس من المفترض أن يتم وضع قانون الانتخابات يتم بالتشاور ما بين مجلسي النواب والدولة، وبالتالي حتى المفوضية لو قدمت مقترحا فكما ترسله لمجلس النواب المفترض أن تناقشه كذلك وترسله إلى المجلس الأعلى للدولة؟ يعني كيف تنظرين إلى دور المجلس الأعلى للدولة، وهل تعتقدين بأن فعلا هناك محاولة لتجاوزه وتهميشه؟ أعتقد أن هذا وفق تصريح عماد السايح اليوم، قال أنهم ردوا بهذا المقترح على خطاب مباشر لمجلس النواب. أعتقد أنه كان من الأفضل أيضا لمجلس الدولة أن يخاطب المفوضية بشكل مباشر على أقل تقدير، حتى عندما أرسل هذا المقترح لمجلس النواب ولم ترسل نسخة منه إلى مجلس الدولة، كان يفترض بمجلس الدولة أن يخاطب المفوضية وفق الاتفاق السياسي أن يرسل له أيضا هذه النسخة، ولكن هو سيبدأ وسيقول أنه في القانون عليه أن يتعامل مع مجلس النواب فقط، وهذه إشكالية أخرى نقع فيها من جراء الاتفاق السياسي للأسف الشديد. نعم دكتور عبد الحميد النعمي، بالحديث عن المجلس الأعلى للدولة ومواقفه، هناك اليوم تصريح يعني لافت لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يحذر فيه مما يقوم به عقيلة صالح ويصفه بالأمر في غاية الخطورة، يقول ما يقوم به عقيلة صالح اليوم هو أمر في غاية الخطورة، وأن مجلس النواب إذا لم يعترف بالاتفاق السياسي فهذا أيضا يعني عدم اعترافنا بمجلس النواب أصلا، وربما يعيدنا إلى مربع حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وعودة الشرعية إلى المؤتمر الوطني العام. كيف تنظر إلى يعني إلى هذه التصريحات ودلالاتها؟ هذه تصريحات جيدة، بل نقدر نقول ممتازة، ولكن جت متأخرة جدا. يعني لو كان جت مثلا من سنة فاتت، من ست شهور فاتت، من بدايات الحوار، كان يجب أن يكون موقف مجلس الدولة واضح في هذا الاتجاه. لكن المشكلة أن الإخوة في مجلس الدولة يعني بدوا يسايروا في عملية الحوار والتفاوضات والتوصل إلى اتفاق والانقلاب على الاتفاق. يعني تم التوصل إلى عدة اتفاقيات وتم الانقلاب عليها من قبل عقيلة صالح ومجلس النواب، ومجلس الدولة لم يحرك ساكن. يعني تم الاتفاق في تونس على أساس أنه هو يتم التوافق، التوصل إلى حل عن طريق التوافق، وإذا كان تعذر التوافق يتم اللجوء إلى الاختراع، ثم تخلت عنه بعثة الأمم المتحدة. تم الاتفاق في الغردقة على قاعدة دستورية أنه هو سيتم تنظيم استفتاء، وإذا تعذر ذلك فسيتم اعتماد الدستور كقاعدة دستورية مؤقتة إلى دورة برلمانية واحدة، ووقع عليها الأمم المتحدة، ووقعت عليها لجنة مجلس النواب مجلس الدولة، وتم الانقلاب عليها. تم الاتفاق في جنيف أيضا على قاعدة دستورية معينة،
ولما اتضح ان هناك 51% من الاعضاء اعضاء الحوار الموافقين عليها مقابل 18 رفضت بعثة الامم المتحده الذهاب الى الاختراع وانقلبت عليها. هذا كله مجلس الدوله ما كانش موجود. مجلس الدوله كان المفروض يتشبث باي اتفاق يتم التوصل اليه. اذا كان توصلنا لاتفاق ووقعنا عليه خلاص ما عادش نخلط الاوراق من جديد ونبدا من الصفر. هم تعودوا على هذه الاليه، كل ما يتوصل لحل يخلطوا الاوراق ويرجعوا من الصفر. وبالتالي من يدفع ثمن هذه الفوضى؟ يدفع ثمنها المواطن، المواطن البسيط اللي لا ناقه له ولا جمل في المناصب السياسيه ولا في القاعده الدستوريه ولا في غيرها، ما عدا ان هو استمرار الوطن اللي هو عايش فيه واستمرار توفر احتياجاته الاساسيه. نعم، لكن هل تعتقد دكتور عبد الحميد ان يعني بمثل هذا التهديد ان صح التعبير من رئيس المجلس الاعلى للدوله ربما يمنع ويضع حد لمحاولات تجاوزه و يعني محاولات تهميشه ربما؟ صحيح، بالفعل هذا هو الموقف الصحيح، لان بدون مثل هذه المواقف سيتمادوا في تفصيل الرؤيه اللي هم يريدونها على هواهم. يعني هم احنا كنا متوقعين انه ممكن يفاجئونا بقرار يتضمن قاعده دستوريه وقانون انتخابي. في هذه الحاله يعني نبقى في موقف حرج امام المجتمع الدولي، لان المجتمع الدولي ما يعرفوش التفاصيل هذه. يعرف ان اطراف ليبيا التقت في جنيف واطراف ليبيا التقت في روما واتفقت هذه الاطراف وانتهينا. وبالتالي الطرف اللي يقبل يرفض القرار اللي ربما كان سيصدر في طبرق، الطرف اللي يرفض هذا القرار سيصنف انه هو طرف معارض لعمليه السلام وستفرض عليه عقوبات الى اخره. اذا لماذا اني نترك نفسي للحظه الاخيره؟ لماذا نجعل نفسي في هذه الخانه؟ نعم، من البدايه يجب ان يكون بدورك كشريك فعلي في العمليه التشريعيه، وهذه هي النصوص الصريحه لاتفاق الصخيرات. نعم، واذا كان لاحظت ان هو يعني المؤتمر الوطني في الصياغات الاخيره للمسودات الاخيره، يعني بعد المسوده الثالثه والرابعه كان فيه جهد كبير من جانب المؤتمر الوطني لادخال بعض التعديلات، وتمكن المؤتمر الوطني من فرض هذه التعديلات، كلها ادت الى الاعتراف بمجلس الدوله على ان هيئه تشريعيه جنبا الى جنب مع المؤتمر الوطني. طيب، لكن للاسف الشديد الممارسه طوال السنه الماضيه او السنوات الماضيه كلها كانت في تراجع، كلها في اطار تهميش دور مجلس الدوله. الان نتمنى ان هذه الصحوه تكون حقيقيه. نعم، وان هو يستعيد زمام المبادره وان يطرح المشروع اللي هو يراه مناسب ويحدد الخطوط الحمراء اللي دونها لا يمكن ان يمضي قدما في عمليه الحوار. لابد مجلس الدوله يكون واضح ويطرح الخطوط الحمراء اللي يراها مناسبه ويرفع السقف زي ما هم يرفعوا السقف. هم مش طول عمرهم كانوا يهددوا بالانفصال وبالفدراليه وكل واحد يلعب قدام حوشه. الان دعوه الانفصال اصبحت يعني منتشره في المنطقه الشرقيه الغربيه اكثر منها في المنطقه الغربيه. يعني في المنطقه الغربيه الآن أصبحت فكرة الانفصال مقبولة على نطاق واسع. إذا هذا هو الحل اللي أصبح مفروض علينا الآن. نعم. طيب. بهدد يقولوا يا إما لا، يا إما لا. إذا ليس بالإمكان بناء دولة بهذه الطريقة. وبالتالي لابد من مواقف قوية وحازمة لإيقاف يعني محاولات التجاوز. نعم، واضح. نعم، والابتزاز. نعم استاذ عبد الله الكبير، يعني بالعوده الى تصريحات خالد المشري عندما يقول ان ما يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح امر في غايه الخطوره، يعني ما الذي يقصده بذلك؟ وهل تعتقد بان تهديداته بالعوده الى عدم الاعتراف بالاتفاق السياسي والعوده الى المربع الاول، مربع حكم المحكمه الدستوريه والشرعية المؤتمر الوطني العام، هي في الحقيقة ورقة حقيقية وجدية في حال ما استمر مجلس النواب بعدم اعترافه بالاتفاق السياسي؟
هو في الحقيقة إذا رجعنا لتصريحات عقيلة صالح قبل نحو أسبوعين لوكالة رويترز، هو هذا ما يريده تماما، ما قاله المشري. نتذكر عقيلة صالح قال قد تعود البلاد إلى الاضطرابات التي وقعت عام 2011 وقد تتشكل حكومة أخرى في الشرق إذا ما تعطلت الانتخابات. إذن ونعود إلى المربع الأول، إذن ما قاله المشري هو صدى لما يريده عقيلة أو ما صرح به عقيلة. للأسف لابد أن ننتقد السيد خالد المشري والمجلس الأعلى للدولة أو من اتخذ قرار اللقاء مع عقيلة صالح ولجنته في بوزنيقة في المغرب مستعجلا، والدماء ما زالت لم تجف في حرب طرابلس، وما زال الناس يعانون من آثار هذه الحرب دون اشتراط اعتذار على الأقل من عقيلة صالح. حشد كل القوى السياسية في الغرب وفي الجنوب وحتى في الشرق من أعضاء مجلس النواب ضرورة تنحي عقيلة صالح عن مجلس النواب، رفع السقف، لا أن نهرول ونلتقي به مجلس النواب من أجل تقاسم المناصب السيادية، ثم بعد ذلك يختتم هذا التنازل بالاشتراك في قائمة واحدة مع عقيلة صالح في انتخابات السلطة الجديدة في جنيف. المجلس الأعلى للدولة يدفع ثمن هذه التنازلات، يدفع ثمن عدم استثمار هزيمة خليفة حفتر وحليفه عقيلة صالح في حرب طرابلس وردهم على أعقابهم منكسرين بهذه التنازلات وكأنه لم يحدث شيء ولم تحدث حرب، ويهرول للقائه في المغرب ويرفض عقيلة صالح أن يلتقي به، تبقى اللقاءات غير مباشرة. للأسف المجلس الأعلى للدولة هو من وضع نفسه في هذا الوضع المهين الآن. لا لكن أستاذ عبد الله الكبير اسمح لي، يعني أنت تقول بأن تصريحات المشري تصب في الاتجاه الذي يريده يعني عقيلة صالح بالعودة إلى ما وصفه باضطرابات 2011، ولكن في حال يعني عقيلة صالح ومجلس نوابه لم يعترف بالاتفاق السياسي كما قال يعني خالد المشري وأصروا على تجاوز المجلس الأعلى للدولة، يعني كيف يجب أن يتصرف يعني خالد المشري؟ هل يجب أن يظل المجلس الأعلى للدولة مهمشا؟ لا بالتأكيد، هو المشري يخاطب البعثة الأممية ويخاطب ما يسمى بالمجتمع الدولي أو القوى الدولية المنخرطة في النزاع الليبي وعلى رأسها أمريكا وإيطاليا وألمانيا راعية مؤتمر برلين ودول الجوار، لا يخاطب عقيلة صالح بشكل مباشر، لكن كلامه صحيح. مجلس النواب، نعم مجلس النواب منتخب، ولكنه أبطل بحكم الدائرة الدستورية التي ألغت مقررات لجنة فبراير وما ترتب عنها وهو البرلمان، ثم عاد البرلمان بالاتفاق السياسي. الاتفاق السياسي أنشأ البرلمان وأعاد البرلمان من جديد وأعاد المجلس الأعلى للدولة، لأن القضية أصبحت سياسية وليست قانونية، قانونيا حسمت. ولذلك إذا لم يعترف عقيلة صالح بالاتفاق السياسي فهو لا يعترف بمجلس النواب، لأن مجلس النواب الذي يتحدث عنه إن كان يقصد المنتخب هذا تم إبطاله بالدائرة الدستورية سواء اعترف بها أو لم يعترف بها. وبالفعل كلام المشري صحيح، إذا لم يعترف عقيلة صالح ومجلس النواب بشراكة المجلس الأعلى للدولة في إصدار قانون الانتخابات وفي غيرها من القرارات الأخرى والأمور الأخرى مثل المناصب السيادية، ففي هذه الحالة كل قرارات مجلس النواب تعتبر باطلة ولا يعتد بها. نعم أستاذ حنان شلوف، كيف تقرأين أنت تصريحات السيد خالد المشري وتلويحه بالذات بالعودة إلى المؤتمر الوطني العام وحكم المحكمة الدستورية؟ هل تعتقدين بأن ذلك ربما قد يكبح جماح عقيلة صالح وحتى البعثة الأممية، قد يجعلها يعني تتخذ مواقفا ضد عقيلة لكبح جماحه وانفلاته؟ سيدة حنان شلوف، يبدو أن انقطع الاتصال بالسيدة حنان شلوف. أعود إلى ضيفي إذن دكتور عبد الحميد النعمي. عبد الحميد، بالحديث على الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل،
يعني يجري الحديث عن قانون الانتخابات وإقرار ومناقشة قانون الانتخابات في مجلس النواب، ولكن إلى الآن لم يتم الوصول لاتفاق حول القاعدة الدستورية التي يفترض أن يجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية القادمة. كيف تنظر يعني إلى هذا ما يصفه البعض بالوضع المعكوس والمقلوب؟ هل يمكن الاتفاق على قانون الانتخابات والتصويت عليه قبل إقرار القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها أصلا؟ عفوا دكتور عبد الحميد، نواجه بعض المشاكل الفنية فقط يعني معك، ريثما يتم إصلاحها دعني أتحول إلى الأستاذ عبد الله الكبير. طيب إذا أتحول إلى الأستاذة حنان شلوف، عادت معنا عبر الهاتف. أستاذة حنان شلوف، كنت سألتك عن رؤيتك وقراءتك لتصريحات خالد المشري، وهل تعتقدين أن التلويح أو التهديد إن صح التعبير بالعودة إلى المؤتمر الوطني العام والتمسك بحكم الدائرة الدستورية قد يكون كابحا لمحاولات تجاوز الاتفاق السياسي وتجاوز دور المجلس الأعلى للدولة سواء من قبل عقيلة صالح أو حتى من قبل البعثة الأممية؟ أخي الفاضل، دعني أقول معذرة، ولكن هذه من التصريحات التي تدعو إلى السخرية. إن خرجت جموع الجماهير تطالب بعودة المؤتمر الوطني والتمسك بحكم المحكمة في مقابل ما يفعله عجيلة صالح، قد نقبل هذا، ولكن أن يصرح في هذا التصريح من كان السبب في تجاوز حكم المحكمة وفي الإنهاء على المؤتمر الوطني، يصرح أنه سيعود بأثر رجعي فقط لأن اللعبة التي دخلها لم يعد يطيق البقاء فيها، فقط لأنه ليس أهلا لأن يكمل في هذا التحدي الذي غامر ودخله. أعتقد هذا، لا أعتقد أنه يتفق معه عاقل، ولا أعتقد أن المنظومة الدولية ستحاول العودة للمؤتمر الوطني، لأن المنظومة الدولية هي من تآمرت للقضاء على المؤتمر الوطني وعلى حكم المحكمة. عفوا يعني أليس قوله، نعم إذا كنت تستمعين إليه، أليس نعم. عندما يقول خالد المشري أن إذا لم يعترف مجلس النواب بالاتفاق السياسي فهذا يعني أننا نحن أيضا لن نعترف به، لأنه هو اتفاق ما بين الطرفين، وبالتالي نعود إلى حكم المحكمة ونعود إلى شرعية المؤتمر الوطني العام. أليس هذا كلاما منطقيا يعني من ناحية القانونية والسياسية؟ نعم، هذا الكلام ليس منطقيا لسبب بسيط جدا، أن الشرعية الحقيقية كانت لدى المؤتمر الوطني بعد حكم المحكمة، وعندما عقد المؤتمر الوطني جلسة برئاسة إسماعيلي اعترفوا بالاتفاق السياسي، ومن ثم اعتراف النواب من عدم اعترافه تحصيل حاصل، لأن الشرعية القانونية هي لدى المؤتمر الوطني الذي تبنى مسألة الاتفاق السياسي. هذه نقطة. النقطة الثانية والمهمة هي إيقاف المحكمة الدستورية حتى لا يتم الطعن، قدم الطعون بالفعل في الاتفاق السياسي، حتى لا يتم الفصل في هذه الطعون المقدمة في الاتفاق السياسي. أوقفت العدالة في ليبيا، وهو حدث لم يحدث في أي دولة ولا في ليبيا ولا حتى في زمن القذافي، وهذه واحدة من الإشكاليات التي نعاني منها. اليوم بعد أكثر من 6 سنوات أو 7 سنوات يأتي ويقول لي سأعود للمؤتمر الوطني بأثر رجعي، وكأن ما رتبه من التزامات مالية ومن تغيير للسلطات التنفيذية وغيرها كأنه شيء لم يكن. عليه أن يعتذر أولا بداية ويقول نحن أخطأنا حقيقة، وليس في مساومات سياسية، وأنه يريد أن يضغط بهذه الورقة على عجيلة صالح. طيب بإزاء يعني هو صرح بهذا التصريح طبعا في مقابل يعني تجاوزات عقيلة صالح وعدم اعترافه بالمجلس الأعلى للدولة وغض الطرف من قبل البعثة الأممية عن هذه التجاوزات، فما الذي يجب عليه أن يقوم به في هذه الحالة المجلس الأعلى للدولة؟ هذا عليه أن يتحدث عن الضمانات التي كنا نطلبها نحن الجماهير، وكنا نطلبها النواب المتواضعين، وكان نطلبها أعضاء المؤتمر الوطني الذين لم ينضموا إلى هذه المؤامرة حتى هذه اللحظة. كنا جميعا نطالب أين الضمانات
إن خالف مجلس النواب أو لم يستطع حتى في هذه النصوص أن يسايرنا، أين هي الضمانات التي نحكم بها؟ لا يوجد ضمانات، وكانوا يقولون لنا هناك ضمانات. أين هي هذه الضمانات يوم 4/4 طالبناهم بها مرة أخرى؟ قالت المجتمع الدولي تخلى عنا. اليوم يأتي ويقول لي سأعود بالمؤتمر الوطني، إذا أين هي الضمانات التي أربكت مشهد المنطقة الغربية بالكامل بهذه الكيفية؟ نعم. أين هي؟ لماذا تريد أن ندخل في مغامرة جديدة في هذا الاتجاه؟ أنا فقط عندي نقطة أريد أن أعرج عليها في تصريحات عزيلة صالح لليوم بعد الإذن. نعم. وهي نقطة أنهم لن يسمحوا لأي شخص مطلوب لدى المحكمة الجنايات الدولية أي حق له ترشح. طبعا هو هذا النقطة في الرد على مسألة ظهور سيف الجديد وأنه لديه شعبية إذا دخل الانتخابات. المسألة هي هنا ليست في مسألة شعبية سيف من عدمه كشخص، ولكن نحن نتحدث كتيار. ماذا إن دخل تيار سيف إلى الانتخابات البرلمانية وليس الرئاسية؟ هل سيجد له حظة أمام جماعة الكرامة أم لا؟ هنا السؤال. ألو؟ نعم. نعم. فهنا نعم. أعتقد أنه هناك انقسام شديد في معسكر الكرامة ما بين جماعة فبراير الكرامة وما بين جماعة سبتمبر الذين بعضهم سيتجه أو يذهب للانتخابات البرلمانية فيما يفرضها القائمة التي يعطيها عجلة صالح والقائمة التي يعطيها أنصار سيف التي يعطيها حرصة. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيدة حنان شلوف عضو البرلمان المقاطع لجلساتي، كنت معنا عبر الهاتف. وأعود إلى ضيفي دكتور عبد الحميد النعمي. دكتور عبد الحميد، كنت سألتك عن مناقشة قانون الانتخابات والاتفاق حول قانون الانتخابات قبل الاتفاق على القاعدة الدستورية التي ينبغي أن تجرى عليها هذه الانتخابات. كيف يمكن أن يتم الاتفاق على قانون الانتخابات دون قاعدة دستورية؟ طبعا الانتخابات هي نتيجة أو هي تطبيق لما تم التفاهم بشأنه في إطار الدستور أو القاعدة الدستورية. يعني القاعدة الدستورية أو الدستور هو اللي بيحدد طبيعة الدولة وشكل الدولة، نظامها السياسي، نظامها الإداري، هل فيه رئيس واحد، هل فيه مجلس رئاسي، هل فيه نظام برلماني، هل نظام رئاسي، هل نظام مختلط، هل نظام الجمعية، هل هو نظام مركزي، هل هو نظام فيدرالي. هذه كلها أمور يجب أن توضح قبل ما أنت تفكر في دير انتخابات، لأن الانتخابات هي تطبيق للقواعد اللي اتفقنا عليها بما يتعلق بالنظام الإداري والنظام السياسي، ما تكونش من عدم. أما أنك أنت تتسرع وتتكلم على 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 نظام انتخابي ودوائر انتخابية بدون ما تحدد طبيعة النظام السياسي. من قال لك أنا نبغى رئيس جمهورية؟ بالك نبغى مملكة، بالك نبغى مجلس رئاسي، بالك ما نبغوش رئيس مرة واحدة. في من دول أنت ما فيهاش رئيس مرة واحدة، مش فيش داعي. من دول عندك الدول اللي هي الجمعية اللي هو من المؤتمر الشعب العام ولا المؤتمر الوطني ورئيسه هو رئيس الدولة. يعني هذا كله يحدد الدستور والقاعدة الدستورية. لكن أنت لما تنطلق الآن وتحدد الدوائر الانتخابية وتحدد النظام الانتخابي، زي مني مثلا يشري الحدوة متاع الحصان، وبعدين يبدأ يدور في الحصان اللي تمشي معاه الحدوة هذه. وهذا طبعا عمل غير منطقي. يعني الحدوة يشروها بس يركبوها على حصان معين، حصان الدلجات، لأن أنا أصعب أنك أنت تشري الحصان ولا تشري الحد. إحنا ماشيين بالعكس، إحنا ماشيين بطريقة زي ما تقول الصنارة والصياد، أنك أنت يعني عملية عكف، أنك أنت تصطاد صاحبك وتعكف. طيب هل يمكن بهذه الطريقة تقول نحن يعني ماشيين بالعكس بحسب تعبيرك، هل يمكن بهذه الطريقة الوصول فعلا إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل، أم أن يعني سنكون يعني ان هذا يعني سيناريو صعب التحقق، خاصه واننا امام اقل من 5 أشهر يعني على هذا الاستحقاق؟ اذا كان انت تمكنت انك تلتف على صاحبك وانك انت تنصب له المكيده وانك انت توقع في الفحم اللي انت اردت عليه، ستوصل في النهايه امر واقع، توصل في النهايه
إلى نظام معين يشتغل على أرض الواقع. بعدين نديروا له الدستور، بعدين نديروا الدستور على حسب النظام اللي وصلنا له، وهذا اللي يشتغل عليه الآن. هم يفصلوا في بدلة ويجهزوا في نظام على مقاس شخصيات معينة، نعم. مناطق معينة، أدوار معينة، قبائل معينة، وهذا اللي فصلوا فيه، نعم. الباقي مش موجودين في الخريطة. بقية المنطقة الغربية والقوى السياسية الموجودة في المنطقة الغربية والتاريخ الشعب الموجود في المنطقة الغربية، هذا كله ما ليش قيمة. طيب. واضح دكتور السياسية. دكتور عبد الحميد، نعم واضح. أستاذ عبد الله الكبير، يعني هل تتوقع أنه يمكن في غضون أقل من 5 أشهر التوصل إلى قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات وقانون أيضا الاتفاق على قانون الانتخابات، خاصة مع هذا السجال بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية العليا للانتخابات كذلك، أم أنه ستتم هذه الانتخابات بالالتفاف والتجاوز كما قال دكتور عبد الحميد النعمي؟ في الحقيقة ووفقا للمشهد السائد الآن، لا أرى أي مؤشرات على أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة سيلتقيان وفقا للاتفاق السياسي ويشكلان لجنة تضع مقترحا للقاعدة الدستورية ولقانون الانتخابات أو قانون الاستفتاء على الدستور، مع استبعاد الاحتمال الأخير وهو الاستفتاء على الدستور، لأن الاتجاهات كلها نحو قاعدة دستورية مؤقتة وقانون انتخابات. أرى بصيص أمل وإن كان محدود في أن ملتقى الحوار السياسي، واليوم أعتقد كان هناك اجتماع للجنة التوافقات بهذا الملتقى، وتناقش 4 مقترحات للقاعدة الدستورية للمفاضلة بينها، ثم إحالة الأمر لاجتماع لجنة 75. في الحقيقة أنا أرجح إن كانت هناك قاعدة دستورية وحتى قانون للانتخابات، أرجح أن يصدر عن لجنة 75 أكثر من صدوره عن التوافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب. لكن كل المؤشرات التي أراها الآن لا تقودنا إلى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر. وإذا كانت الانتخابات بالنسبة للقوى الدولية التي تصر عليها الآن تتعلق ب3 مراحل، ما قبل الانتخابات ثم الانتخابات وما بعد الانتخابات. ما قبل الانتخابات أي التحضير لها من كافة جوانبها، من قاعدة دستورية، قانون انتخابي، تهيئة الأوضاع الأمنية أو الحد الأمن من الحد الأدنى من الشروط الأمنية لإنجاز هذه الانتخابات. هل سيتأتى ذلك ونحن نرى حفتر يحاول عرقلة الحكومة في بنغازي في المنطقة الشرقية لكي لا تعمل بسلاسة في المنطقة الشرقية؟ أيضا هل ستستطيع الحكومة أن توفر الأجواء الملائمة وفقا لإمكانياتها، وهي لم تحصل حتى الآن على الميزانية التي تمكنها من تهيئة الأجواء ومن دعم قطاعات الأمن ودعم كل ما من شأنه أن يوصل للانتخابات؟ هذا ما يتعلق بقبل الانتخابات. ثم نأتي إلى مرحلة الانتخابات، هل يسمح حفتر إذا قرر أن يترشح أو قرر أن يدفع بمرشحين موالين له، هل سيسمح لمرشحين، أتكلم عن مجلس النواب هنا، هل سيسمح لمرشحين مناوئين له أو غير مواليين له بالترشح وتنفيذ دعايات انتخابية، ونحن نراه يقتل بسهولة كل من يعتقد أنه يشكل خطر عليه أو يرى ضرورة في إزاحته من المشهد تنظيفا لسجله الإجرامي؟ هذا فيما يتعلق بموضوع الانتخابات. ما بعد الانتخابات، الطرف الذي يرى أنه خسر هذه الانتخابات هل سيعترف بها، خاصة إذا كان يملك قوة مسلحة ويسيطر على رقعة جغرافية واسعة وبإمكانه أن يفرض سطوته فيها ولديه دعم دولي؟ في الحقيقة كل المؤشرات السهلة، مؤشرات وتساؤلات، نعم، تشير إلى صعوبة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، ولعل الأيام القادمة توضح لنا الإجابة أكثر. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الله الكبير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كما نشكر الدكتور عبد الحميد النعمي الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي كذلك، كنتما معي عبر سكايب، والشكر موصول إليكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على كرم متابعتكم. إلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم.